أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج السلطة الرابعة التي نتجول فيه معكم على أهم ما جاء في الصحف والمواقع العالمية والعربية. نبدأ جولتنا اليوم من موقع شينخوا الصيني الذي أبرز خبرا تحت عنوان السودان يستعيد مجموعة كانت تقاتل بصفوف داعش بليبيا، حيث وصل إلى العاصمة التونسية الخرطوم على متن طائرة تتبع الخطوط الجوية التركية 7 نساء و3 أطفال كانوا يقاتلون في صفوف داعش بليبيا بعد مجهودات بذلتها جهاز الأمن والمخابرات السودانية، وذلك بتوجيهات من رئاسة الجمهورية بحسب ما ذكر الموقع. هذا وقالت أحد العائلات واسمها منار عبد السلام خلال مؤتمر صحفي: نحن نعود اليوم بكامل إرادتنا ونشكر رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن والمخابرات لتأمين عودتنا إلى الوطن. وإلى موقع سبوتنيك الروسي الذي عنونا: هل يسمح فيفا بعودة كرة القدم إلى ملاعب ليبيا؟ أعرب رياضيون ليبيون عن تفاؤلهم بزيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، واعتبروها إذانا بقرب عودة كرة القدم إلى الملاعب الليبية. وقال الصحفي الرياضي علي العزابي إن زيارة وفد فيفا التي بدأت مساء الثلاثاء تبعث على التفاؤل بقرب رفع الحظر عن الملاعب الليبية، مضيفا أن الوقت مهيبا الآن لعودة المباريات الرسمية والدولية إلى داخل ليبيا وليس مصر أو تونس كما يحدث الآن. وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا تحت عنوان ألغام ليبيا، جرائم حرب تحصد الأرواح شرقا وغربا. وجاء في المقال قصة الشاب أيمن ومن على سريره في مستشفى الجرائم للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي شرق ليبيا، فاضت روحه متأثرة بجروح خطيرة في أنحاء جسده بعد تعرضه لشظايا لغم أرضي في منطقة وسط بلاد بالمدينة لينضم إلى سجل الراحلين الذين قضوا بأسباب الألغام التي جرعتها الجماعات المتشددة في ليبيا قبل مغادرتها أرض المعركة هربا من ضربات القوات المسلحة. البعثة الأممية لدى ليبيا أرجعت في تقرير لها مطلع شهر إبريل نيسان الجاري جانبا من تلك الجرائم التي شكلتها القوات المسلحة، وقالت أنه يعتقد أن مجلس الشورى ثوار بنغازي والمجموعات الموارية له مسؤولون عن ترك الألغام وعبوات من مخلفات الحروب في منطقتي الصابر ووسط بلاد ببنغازي التي كانت تحت سيطرتهم قبل هزيمتهم على أيدي قوات الجيش الليبي وانسحابهم منها. أما صحيفة اليوم السابع المصرية فأبرزت في أهم عناوينها: ليبيا تتسلم أخطر 2 من قيادات القاعدة وأوامر غامضة بنقلهم إلى نصراتة، حيث أكدت مصادر ليبية لليوم السابع أن الطائرة التي تقل عددا من المواطنين الليبيين من بينهم الإرهابيين سالم عبدو وسالم الغرابي وعمر خليفة محمد أبو بكر مهجور والمفرج عنهم من غوانتانامو بعد سجنهم لمدة 14 عاما قد توقفت في مطار معيتية بطرابلس، وتم إنزال كافة المدنيين، موضحا أن أوامرا عليا غامضة صدرت بنقل الإرهابيين إلى مدينة مصراتة وعدم إنزالهم في طرابلس، مشيرة إلى وصول الطائرة إلى المدينة التي تضم عددا كبير من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة. وكانت السلطات الأمريكية قد طلبت من السلطات السنغالية ترحيل الإرهابيين الليبيين المتواجدين على أرضهما في طرابلس عبر تونس، ويصنف الإرهابيين كأخطر قيادة في تنظيم القاعدة. أما الآن مشاهدينا نترككم مع بعض الصور الكريكاتيرية التي اخترناها لكم، فإلى اللقاء.